يرتدي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية نظارات إلى جانب نسب متقاربة في الدول الأخرى بالنسبة للجميع بمن فيهم علماء النفس، فإنهم ينظرون إلى الشخص الذي يرتدي نظارة بأنه أكثر ذكاء ومؤهلا لنيل الوظائف أكثر من الأشخاص الذين لا يرتدون نظارات. يبدو أن هذا الاعتقاد لا يقتصر على فئة معينة، إنما أصبح مرتبطا بثقافة الشعوب منذ ظهور الوظائف المحوسبة والمصرفية وتلك التي تعتمد على التركيز والنظر بشكل كبير. وليس من الغريب إن أكبر الأعمال السينمائية والدرامية أظهرت أبطالها مرتدين للنظارات، فما الأصل في هذا الاعتقاد؟ ما السبب في اعتقاد الناس الشائع إن النظارات تظهر الشخص أكثر ذكاء؟ إن كنت تعمل في حقل أو مصنع فإن النظارات لن تفيدك بشيء، بينما إن كنت طبيبا أو مصرفيا أو مدرسا أو عاملا في مكاتب لشركات كبيرة وحديثة ومهتمة بالثورة التقنية الحديثة، فمن المحتمل إن ارتدائك للنظارات سيجعلك تبدو مناسبا للوظيفة التي تعمل بها. ويبدو إن الأمر أقدم مما نتوقع، فقد ظهر هذا الاعتقاد في المشهد في القرن 18. في تلك الفترة يمكن أن نرى إن النظارات تتساوى مع الذكاء، ويبدو إن تأثر الناس بالنظارات ظهر بعد استخدام الرهبان ورجال الدين للنظارات للدراسة بسبب تراجع قدرتهم على الرؤية، فربط الناس بين الأعمال الفكرية العميقة والنظارة، ويبدو هذا التأثر جليا في بعض اللوحات التي تعود للقرن 17، منها صورة لرجل من مدينة البندقية، ويعتقد إنها من أوائل اللوحات التي أظهرت شخصا يرتدي نظارات. في هذه اللوحة تعمد الشخص ارتداء النظارة ليبدو أكثر ذكاء ومتعلما وله مكانة اجتماعية مرموقة. بعد ذلك تغيرت النظرة السائدة للنظارات، وذلك منذ عام 1900، حيث أصبح الاعتماد على الرؤية مطلبا أساسي. وفي عام 1908 ظهر أول تشريع يطالب الدول بتقديم الخدمات البصرية للسكان. وبحلول الخمسينيات لم تعد إعلانات النظارات موجهة للعملاء والزبائن بشكل عام، بل للمرضى وضعاف البصر. فبدلا من كونها أداة لتسهيل العمل والتفكير العميق، أصبحت النظارة وسيلة لتصحيح البصر ومساعدة المرضى. وعلى الرغم من التغيير في النظرة النمطية للنظارات، لكن ظل التحيز في المجتمع الإنساني لمرتدي النظارات بأنهم أشخاص أكثر ذكاء وقدرة على تولي وظائف مهمة وحساسة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، ولا تنسى الصلاة على الحبيب محمد. دمتم في رعاية الله وحفظه.